ماريا، دي ماريا يروح، دي ماريا وضربة جزاء، وضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني. أنخيل دي ماريا يكسب ضربة جزاء في أوقات نارية أمام ديمبلي. هذه اللقطة يراوغ والدفع واضح من عثمان ديمبلي، ومارتينياك يعطي ضربة جزاء للأرجنتين. ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي بالانتظار. ليو ميسي يتقدم. ليو نسخة كربونية، نجمة ضوية في السماء القطرية. الله 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 عليك.